نبدأ دلوقتي نتكلم على الارتيفاكتس اللي بتظهر لنا في الاي سي جي. اول واحد يعني بيطلع لنا هو الالكتريك فيلد ارتيفاكتس. الالكتريك فيلد كابلنج بيسيكلي لو انا عندي باور لاينز، يعني هو ده بيسيكلي الناس لما بتتكلم على الالكتريك فيلد عاده بتعني الانترفيرنس اللي جاي لنا من الباور لاينز. الباور لاينز بيسيكلي ممكن اتخيل ان انا لو في اي سلك ماشي فيه اي سي، عامه البيشنت كوندكتور والسلك نفسه كوندكتور، فبيحصل بينهم يبقى في ستري كاباسيتنس بين الاثنين، بتسمح لان البيشنت كله يبقى بيسيكلي عليه نويز، بتبقى عباره عن حاجه جايه لي من السيجنال، سيجنال جايه لي من الباور لاين. المشكله في السيجنال دي نتيجه ان هي البيشنت كله كوندكتيف، يعني هو بيسيكلي اي سيجنال في اي نقطه بتبقى واصله لكل النقط، نفس السيجنال هي بتبقى داخله على، يعني داخله على الرايت على الليفت ارم وعلى الرايت ارم وعلى على الليفت فوت. اوكي، فالمشكله هنا ان احنا يعني لو في عندنا امبيدنس ميس ماتش، لو في عندي مثلا الاولانيه زي واحد مثلا وزي اثنين مختلفين عن بعض، هلاقي ان يبتدي يبقى في هنا بوتنشال ديفرنس بين الاثنين دول، بين النقطتين دول، والبوتنشال ديفرنس بيعتمد على السيجنال اللي هي الالكتريك فيلد سيجنال اللي موجوده عندي في البيشنت. فبالتالي يعني ممكن تعملي انترفيرنس على الاي سي جي سيجنال النهائي. لما بنتكلم على الكومون مود فولتج بنتكلم على فولتجز يعني في حدود مثلا 100 ملي فولت. 100 ملي فولت بالنسبه للاي سي جي سيجنال اللي هي الماكسيمم بتاعها بيبقى 5 ملي فولت، بتبقى طبعا دومينيتنج، يعني بتبقى صعب جدا ان انا اعملها اجنورنج. فبالتالي بنتكلم على ان احنا لازم يعني مهم جدا ان احنا نعمل بالانسنج للالكترود كونتاكت امبيدنس اللي هي الموجوده هنا دي، اللي احنا زي ما شفنا في الدايره بتاعه الانالوج فرونت اند ممكن نعملها من خلال ان احنا نعمل شويه ادجستمنت في الامبليفاير بحيث ان احنا نعوض الفروقات اللي موجوده عندنا هنا في الالكترود امبيدنسز. فبيسكلي عشان مينيمايز النوع ده من الارتيفاكتس نستعمل هاي امبليفاير انبوت امبيدنس. لو انا عندي هنا الامبليفاير اللي هو ديفرنشال امبليفاير هنا الامبيدنس بتاعته فرضا انفينيتي. انفينيتي معنى كده انا تقريبا مش بسحب كارنت هنا. لما ما بسحبش كارنت هنا يبقى معنى كده فعليا الفولتج الموجود هنا والفولتج الموجود هنا يعني هم زي ما هم هيفضلوا موجودين. يعني لو عندي هنا الفولتج هو بتاع الالكتريك فيلد هنا وهنا هيبقى بيسكلي هو ده زي ده بالظبط. فلما ادخله على ديفرنشال امبليفاير اللي هو الانسترومنتيشن امبليفاير هلاقي ان هيكبر الفرق اللي بينهم اللي هو صفر. فده مهم جدا طبعا عشان يعمل لي الموضوع ده. وفي نفس الوقت لازم طبعا وانا بركب الالكتروز لازم اركب الالكتروز وذ كير علشان يبقوا ماتش مع بعض، عشان ما يبقاش في يعني ميس ماتش جاي لي من ان الالكترود ده ابلاي بشكل وده ابلاي بشكل تاني، وطبعا لازم يكون نوعهم واحد علشان ما يبقاش في اي ميس ماتش بينهم. فلو عملنا الحاجتين دول الحقيقه غالبا بيبقى ممكن نعمل مينيمايزيشن للالكتريك فيلد ارتيفاكتس.